فتحية تقدير وإكبار لهذه الإرادة السياسية التي من خلالها عملنا جميعا على تجسيد هذا المشروع الهام لبلدينا، ونحن في أيام مباركة إن شاء الله يكون لهذا المشروع نتائجه الإيجابية، وأنا متيقن بأن سوف يكون لهذا المشروع أو هذا المعبر الحدودي نتائجه الإيجابية، خاصة في الحركية الاستثمارية، الحركية الاقتصادية، الحركية التجارية المنتظرة من هذا المعبر الحدودي، وهذا ما عبرنا عليه كمسؤولين جزائريين، وهذا كذلك ما عبر عليه إخواننا الموريتانيين.